بعد ما بردات لي هذه التحليه انا غنزينها قطع ديال البنان. خديت بنانه وغندير كل كأس فيه ثلاثة ديال القطع من البنان، وتبقى تزين على حسب اللي عندك، كل واحد كيفاش يبغي يزين. ونتمنى تعجبكم هذه التحليه وتجربوها، وما تبخلوش عليا باللايك وبالابوني. كنشكر الناس اللي تيدعموني، يكتبوا لي التعاليق زيانين، وشكرا جزيلا، ونبقاو مع الوصفه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. اليوم جبت لكم واحد الفيديو جديد، وصفة جديدة. غندير واحد تحلية بالبسكوي، كتجي جيدة. بالنسبة للبسكوي خديت هذا، أي بسكوي عندكم. بسم الله. غنطحنو، طحنته على هذا الشكل. غنزيد عليه معلقه ديال الزبده، وغنزيد عليه معلقه ديال السكر. اللي بغى يدير جوج معالق يدير جوج معالق، شي مشكل. بعد ما طحنت البسكوي ديالي مع معلقه ديال الزبده ومعلقه ديال السكر، دابا غادي نعمر كيسان اللي غندير فيهم التحليه. على حسب افراد العائله، كتجي لذيذه هاد التحليه. تناولوها في الفطور ولا السحور. نضغطوا عليها بحال هاد بحال هكدا، خديت واحد الكاسرونة وضعتها على النار، غادي ندير فيها نصف لتر من الحليب، على عافية مهيلة، نزيد عليها جوج معالق ديال لاكريم باتيسيير. دير ثلاثة أحسن. نبقى كنحرك، نزيد عليها واحد المعلقة ديال السكر، مع التحريك مستمر. بعد ما تقالت ليا
الحليب وهذا، غنزيد الطرفة ديال الشوكولا 3 القطع. او انا طفيت على النار، بقى حتى يدوب هاد الشوكولات، نحرك يدوب لي هاد الشوكولات، عاد نعمر الكيسان وهي سخونه، نديرها على نصبها في الكيسان حتى تكون سخونه. قبل ما تبرد هذا الشكل، نبقى حتى نعمر الكيسان كاملين. كيفاش جات التحليه؟ سهله، بالبيسكوي وبلا كريم، لا كريم باتيسيير. اتمنى تعجبكم وتجربوها، وما تبخلوش عليا باللايك وبالابوني. كيفاش جات؟ اتمنى تعجبكم وتجربوها، تعملوها في الفطور ولا في السحور. وشكرا، الى فيديو اخر ان شاء الله.